الحقيقة احنا بنتكلم في موضوع في غاية الحساسية، ويمكن محتاجين مكشفة فيه. الأول نثبت بعض الحقائق. احنا التعديل ده ليه؟ التعديل ده ضرورة لإنصاف قطاع كبير من أصحاب الخدمات القانونية في الإدارات القانونية. حقوقهم مهروسة بين جهات متعددة، مش كل الناس، مش كل الجهات، مش كل المجتمع عايز الإدارة القانونية تبقى في أعلى مكان، ولازم تبقوا فاهمين هذا الأمر. فاحنا داخلين في مطحنة فيها أطراف كثيرة. احنا كل ما بنحط نص في القانون صالح محامي، سواء في الإدارة القانونية أو في المحامي الحر، يطلع حد من هيئة قضاء الدولة يتكلم، تطلع النيابة الإدارية تتكلم، تطلع اللجنة العليا للإدارات القانونية في وزارة العدل تتكلم، كأنه احنا منغصين على هؤلاء جميعا حياتهم، رغم ان احنا بنؤدي واجبنا في قناة اصلا غير مشتركة وغير متداخلة مع القنوات القانونية اللي بيأدوها. يعني انا شايف انه دور محامي الإدارة القانونية مش لا يقل أهمية عن هيئة قضاء الدولة، لا، هو من حيث الواقع هو الأهم، وهم أولى بالحصانة وأولى بالحماية. وإذا كنا بندي محامي الإدارات القانونية حصانة ماشي، موافقين، بس دول بيمثلوا الدولة فالحصانة معاهم. طب اللي ما بيمثلوش الدولة وبيمثلوا المصلحة العامة للدولة مش محتاجين حصانة؟ بالتأكيد هم أولى بالحصانة، لكن هنظل في معركة شرسة. احنا حرصنا في الدستور ان احنا نضع الاستقلال عنوان لينا، عنوان للمحاماة كلها، سواء كانت في القطاع العام او كانت في الادارات القانونية او في لدى اصحاب المكاتب. الاستقلال ده بوابة واسعة تحتاج ان كل يوم نضيف جديد فيها. احنا لو حطينا كل حاجة احنا عايزينها في مشروع قانون مش هيمشي، مش هيعدي. يعني جرت محاولات كثيرة احنا سبناها، ناس قالت عايزين قانون يعمل لنا هيئة مستقلة تتمتع بالحصانة زي النيابة الإدارية وزي قضايا وزي القضاء، اترفض. احنا عايزين مش عارف مميزات فين ومميزات فين ومميزات فين، اترفض. احنا حرصنا ان احنا نضع مشروع متواضع في مناطقه علشان يقبل، علشان ندخل. احنا عايزين الاول ندخل بوابة التعديل ولو بالتدريج. انا بقول لحضراتكم وبعترف ان القانون الحالي مش القانون الامثل، المشروع الحالي مش القانون الامثل، ولا هو اسمى امانينا، ولا هو اللي بيحقق امال المحامين الادارة القانونية تحقيقا كاملا، لكن هو الممكن الان في ظل هذا المناخ الصعب المتداخل العسير اللي مش هيقبل مزاحمة او يقبل اكثر من الجرعات اللي احنا حرصنا ان احنا نضعها في هذا المشروع. احنا في المشروع وابنا بتكلم فيه مقترح هشام انا موافق عليه، بس خلوا بالكم من حاجه مهمه وانتوا لازم تدرسوها. انا مش عايز محامين الشبان في الادارات القانونيه يشعروا بان في حجب، زي ما القضاء النهارده فيه حاله من حالات الفوران داخلها. هو النهارده ممكن ينزلوا في القضاء من 70 ل 65 بشكل عام، لكن انا مع المساواه، مع المساواه في السن القانونيه. إذا كان القاضي يصل لسن 70 في العمل أو يصل لسن 65 في العمل، المحامي في الإدارات القانونية يجب أن يكون متساوياً مع هذا الأمر، وبالتالي إحنا المشروع مضى عليه حوالي، وقع عليه من أعضاء مجلس النواب حوالي 20% من الوقت. يعني نسبة كبيرة جدا بتؤيد، واحنا عندنا امل كبير انه اللجنة التشريعية تسرع في الخطوات بقدر الامكان، وايضا حضراتكم تشاركوا كمحامين ادارة قانونية في الحوار. وانا كنت دايما اتكلم معاهم في مجلس النواب انه اهم حاجة في هذا المشروع او جزء من انجازه انك تسمع محامين الادارة القانونية، لانه هما لما بيسمعوا اصحاب المصلحة بشكل مباشر بيبقى التأثير اعلى والتأثير اقوى. أنا عندي في القانون ده بتكلم على ثلاث مناطق، أنا شخصيا هكلمكم على ثلاث مناطق. إحنا ده أنا حرصنا على إنهم موجودين، غير بقى النصوص اللي اتكلموا فيها في الأستاذ علي والأستاذ هشام. اللجنة العليا للإدارات القانونية.
احنا بنتكلم على اللجنه العليا للادارات القانونيه دي فيها كل حاجه، هي اللي بتجيز الفصل وبتجيز النقل وبتجيز كل حاجه، وبتضع السياسه العامه للادارات وتضع القواعد والضوابط وكيفيه المساءلات وغيره. حرصنا انه، ودي كانت محل معركه في لجنه الاصلاح التشريعي، ان انا كنت حريص ان انا اضع عدد ازيد للمحامين في الاداره القانونيه في اللجنه العليا للاداره القانونيه، كانوا شادين. وصلنا الى رقم انا اعتقد ان احنا كسبنا منه، اذا مش احنا حاطين 8 محامين في اللجنه العليا للاداره القانونيه، وثمانية جايين بصفاتهم بما فيهم وزير العدل، فبقوا كام؟ بقوا 16. وزير العدل عاده لا يجلس مجلسه في الرئاسة، فهيبقوا 7 وهيبقوا المحامين 8 أو على الأقل حتى لو حضر وزير العدل وبقى في 8 أو في نص المجلس بيتكلم في اتجاه الحماية، أعتقد إن هم ممكن يكسبوا كثير، خصوصا إنه من ضمن الـ8 الآخرين وزير العدل رئيسا، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، أحد نواب رئيس محكمة النقض، احد نواب رئيس مجلس الدوله، احد وكلاء هيئه اعضاء الدوله، 2 من مجلس اداره الهيئات يختارهم رئيس مجلس الوزراء، احد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، ممثل عن الوزراء يندبه رئيس مجلس الوزراء، ممثل عن الوزاره عن وزاره الماليه. دول اللي جايين بصفتهم، ما اعتقدش انه فيهم حد حريص غير 2-3 ممكن ينغصوا علينا المساله، طبعا باينين في الوظائف. فده معناه ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعدي بقضيه الاستقلال بقى، ما هو ده دي ضمانه في الاستقلال الحقيقه، لما هو مش كلام، الاستقلال مش عنوان، مش خطبه، مش كلمه، انما ممارسه. لما تبقى الاغلبيه اغلبيه محامين هتبقى فاهمه كويس انه اللي حصل ده خطا ولا لا، يستوجب النقل ولا لا، يستوجب الفصل ولا لا، ده مهنيا صحيح، ده مهنيا مش صحيح. ده كلام اعتقد انه التشكيلة اللي وضعت ترتيبة رائعة لصالح محامين الإدارات القانونية. المادة 11 في المشروع اتكلمنا فيها عن الوظائف الفنية. انتوا طبعا كقطاع بترول متجاوزين المسألة، احنا نقلنا هذا التجاوز بتاعكم وحاولنا نعممه في القطاع القانوني، فقلنا في وظيفة مساعد لرئيس الهيئة. ليه مش نائب لرئيس الهيئة؟ ليه مساعد؟ لا هي ده خطأ اكيد مطبعية، هي نائب لرئيس الجهة الإدارية. لا مجرد أرصد مساعد في درجة قبل النائب. مساعد قبل النائب. مساعد أعلى ولا أقل؟ مساعد أعلى. طيب أقل يبقى المفروض. طب خلينا نعلى، طب ما نعمل نائب ومساعد. أيوة فاهم. نائب، أنا بقول لك نبقى نعمل النائب ونعمل المساعد. إيه المانع في هذا الأمر؟ فيا ريت نحط دي نضيفه لملاحظات السن علشان يبقى رفعنا شوية الشباب في انهم ياخدوا اماكنهم، خصوصا لما نخش في السبعين هيطلع عين الشباب معك. النقطة الثالثة اللي انا ايضا حابب اكلم حضراتكم فيها، برضو انتوا يمكن من الجهات اللي ما بتعانيش فيها، اللي هي بدل التفرق وبدل الانتقال. لكن احنا حرصنا ان احنا نضع حد معقول، هو بالنسبه لكثير من الجهات مهم جدا، 100% من الاجر الاساسي اللي هو المتغير او الاجر الوظيفي ايا ما كان المسمى، بالاضافه الى 50% برضه من ذات الاجر، بالاضافه الى اي مزايا تمنح للعاملين بذات الجهات اللي موجوده يتمتع بها على قدم المستوى. هي دي المناطق اللي انا كنت حريص ان انا اقول لكم احنا ثبتناها. ليه ثبتناها؟ لان هي دي الاساس. اي كلام تاني مضاف من تقديم او تاخير اعتقد انه اقل اهميه لدى محامين الادارات القانونيه من النصوص الثلاثه او البنود الثلاثه الجوهريه. ولو كان الامر يعني حتى لو زنقنا احنا عايزين 3 نصوص بس هنحط 3 نصوص دول، لانه انا مش محتاج حاجه تانيه، يعني انا مش محتاج اي كلام تاني او اضافات تانيه في المرحله دي على الاقل. لكن بإذن الله دي بداية مشوار، بداية مشوار نتمنى إنه لجنة التشريعية تنجزه، نتمنى إنه يخلص في هذه الدورة، لكن إحنا ما عندناش ضمانة
احنا عندنا يعني وعد بالجهد المبذول في الضغط في للوصول الى انتهاء منه، لانه ده يشرفنا حدوث هذا الانجاز وصدوره، لانه زي ما احنا سعدنا بخروج قانون المحاماه بتعديلاته الجديده، ايضا نريد ان نسعد بخروج قانون الادارات القانونيه لنا علشان نضيف للسجل التشريعي لنقابه المحامين سجلا هاما.